اوكي اهلا وسهلا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد. معكم نوره بن صديق، كريتيف مورنينج هوست في مدينه الرياض. شرف لي وجهي الجديده، فمضطره انه اعطي نبذه عن كريتيف مورنينج زي ما ان شاء الله من نفسه هو يكون يعني الاسم. كريتيف مورنينجز هو عبارة عن منصة عالمية موجودة في أكثر من 200 مدينة. مبسوطين هذا الشهر نقول أكثر من 200، لأنه قبل كم شهر كنا نقول أكثر من 180، وإن شاء الله في المملكة نقول الشرقية والمدينة عما قريب. منصة كريتيف مورنينجز هدفها بأنها تجمع المجتمع الإبداعي في مكان واحد عشان نخلق فرص ونخلي المجتمع ثقافي، واكثر انه نقدر احنا نسبريد الانرجي اللي عندنا بحاجه تفيدنا كاشخاص وللمجتمع بشكل عام. بدا كريتيف مورنينجز 2010 من الكوفاوندر تينا ايزنبرغ. هي معروفه بلقب سويسمس. بدات في نيويورك. كان هدفها، هي من الناس من عشاق تيدكس، فقالت ليه ما اسوي حاجه شبيهه لتيدكس ولكن بشكل دوري وأجمع المجتمع حق المدينة نفسها. لقت إقبال جدا كبير من الولايات الثانية بأنهم قاعد يجوا كريتيف مورنينجز نيويورك في اليوم هذا، وكان يعني يتعدى الحضور 500 شخص. بعد ما شافت الإقبال قالت حبدأ أخليه تطوعي 100%، إحنا كهوست وأعضاء الفريق، ويكون كل قائم الرعاة كخدمة أو كفند بالاحتياجات الشهرية اللي نحتاجها. ودحين تقريبا صار لنا 9 سنوات وصلنا لفوق ال 200 مدينة، فهذا شيء جدا جميل. تقريبا جدا بدأ من 3 سنوات، احنا دخلنا بشهرنا التاسع، فنقول ان شاء الله يعني نوصل الرسالة اللي حابين نوصلها مع بعض ونقدر نخدم بعض كلنا سوا. اوكي، الشيء اللي يميز كريتيف مورنينجز عن اي ميت اب ثاني بانه ما يختصر في مجال او تخصص معين. المانيفستو عندنا everyone is creative, everyone is welcome. فنحتاج احد متطوع يقرا لنا المانيفستو حق كريتيف مورنينجز. اي شخص؟ اوكي. Everyone is a creative. Creative life requires bravery in action, honesty and hard work. We are here to support you, celebrate with you and encourage you to make things your own. We believe in the power of community. We believe in giving a damn. We believe in face-to-face connections. Learning from others in hugs and high fives. Be very confident. We bring together people who are driven by passion and purpose, confident that they will inspire one another and inspire change in their community and cities all over. Everyone's welcome. زي ما قلت، هو الحين في أكثر من 200 مدينة، فنقول إن شاء الله يا رب المدينة عما قريب والشرقية. أوكي، كريتيف مورنينج كله قائم على المتطوعين مني كهوست وأعضاء الفريق، فلولا الله ثم هم ما كان كريتيف مورنينج صار، فنعطيهم تحية ليات فاطمة سارة أداء وعنود وجوهرة شكر كبير للمصورين على تغطية اليوم، مشاعر حسان يعطيكم العافية. والمتطوعين الاكسترا هاند لينا عبير ملك سعود فترة اختبارات، فنص التيم ما كان موجود فما قصروا وساعدونا اليوم. للأسف اليوم حنودع أحد من أعضاء الفريق، جهاد الزهراني. جهاد الثاني. جهاد من الناس الأساسيين اللي بدأوا مع كريتيف مورنينجز من داي 1، وكان يعرف كريتيف مورنينجز قبل لا أوفشلي نكون يعني في الرياض، فإحنا حزينين إنه حنودعك اليوم، بس مكانك دائما موجود والله يوفقك يا رب في مسيرتك الجاية.
اوكي كريتيف مورنينجز عشان يكتشف في المدن الثانيه كان يعني الناس اللي بيدعمونا عشان ننتشر في العالم هم جلوبال بارتنرز فكانوا معانا من داي 1 من 2010 فنقول ثانك يو ووردبريس ميل شم وادوبي والمحليين هلام كانوا معانا من داي 1 فنقول لهم شكرا هلام كريم بيوفروا لنا برومو كود كل شهر تقدر تستخدموه من وإلى كريتيف مورنينجز من الناس اللي they offered services عندهم عندنا محتوايز خالد قناعة يعطيك العافية كل شهر بيقدم لنا مقالة related للثيم عشان هو حابب إنه يحث القراء وخصوصا باللغة العربية عندنا كمان انوفر او كريتيف ايجنسي بيقدموا لنا بعض من الجرافيكس والسوشيال ميديا عندنا فوكس نقول لهم ثانك يو فور هوستينج اس توداي وبرضه قدموا لنا القهوه يعطيهم الف عافيه عندنا نسله من اول داعمين لكريتيف مورنينجز في السعوديه بداوا في جده من 3 سنوات وبيقدموا لنا فند وتحتهم نسكافيه برضه استيكرات اليوم قدموا لنا استيكرات الاكتيفيتي استخدمناها بقول لهم ثانك يو فور ذا بارتنرشيب فتنس برضه احد رعاه كريتيف مورنينجز واوتوفاس تحت شركه نسكا اوكي بالنسبه للستيشنز اللي عندنا عندنا ستيشن للهيدن تالنت اي احد عنده موهبه احنا ممكن نحتاجكم يوم من الايام وشركات فأي شخص عنده موهبة قولوا لنا إياها إحنا we will share it to the public في البيج عندنا في Creative Mornings ويساعدكم حتى بالconnections globally حول العالم زي ما قلنا مع cities الثانية. أوكي طريقة التسجيل وهذا أكثر سؤال يجينا يا عن طريق تكتبوا Creative Mornings في جوجل أو في social media accounts تلاقوا في البايو حاطين الموقع تدخلوا مدينة الرياض more info بعدها register وتلاقوا المعلومات تعبوها والشيء الثاني مش ما في ناس مرة كثير تكون في الويت ليست فأي شخص عنده last minute cancellation ما يقدر يجي بس سوي release للتيكت يا عن طريق الموقع أو عن طريق الإيميل اللي بيوصلكم بعد ما يعطيكم تأكيد حضور اوكي هذه صفحة رياض بيج اللي نحط فيها سمب للايفنت وبنفس الوقت التالنت والكولابوريشن ثينجز فأي شخص محتاج مصور جرافيك ديزاينر إذا فتحتوا الموقع ممكن تلاقوا كل الكونتاكت انفورميشن برضو عندنا ستيشن اسمه كولابوريشن ستيشن هي محطة التعاون أي شركة تحتاج شيء أو حابة تقدم شيء لكريتيف مورنينجز أو محتاجين أي شخص زي ما قلنا إحنا Creative Mornings it welcomes everyone فكل التخصصات موجودة فأي أحد حابب شيء إحنا بس كCreative Mornings حلقة توصل بين الشركة والأشخاص فتكتب المعلومات بعدين في sticky notes بس تكتب الinformation وإحنا نكون حلقة توصل بين الشركة وبينكم في عندنا كمان book swap حابين نحث في القراءة أكثر فأي كتاب عندكم ما تقروه حطوا creative notes ممكن نعطيه لل creative community اللي عندنا في حاجة اسمها 30 second pitches في نهاية التوك حنختار 5 أشخاص أي أحد عنده مبادرة عنده فكرة حابب يقولها you can just take the stage وتقولوا الفكرة اللي عندكم السوشيال ميديا اكونتس احنا اكتف في تويتر وانستغرام الاكونت رياض اندرسكور سي ام اوكي حنلعب الحين ستاند اب فا اوكي نبدا مستعدين اوكي ستاند اب اف ذس از يور فيرست كريتيف مورنينجز ما شاء الله نشوفكم ان شاء الله كل شهر اوكي الفقره الثانيه ستاند اب اف You ever felt excluded? Okay. Inshallah, we're talking about the table today.
حتكون إن شاء الله شرفين داخلين في مجموعة أكثر. If you are excited for Creative Morning Ramadan night next month. Okay, Creative Mornings إن شاء الله الشهر الجاي كثير جانا سؤال إن حيكون فيه ولا في رمضان إن شاء الله حيكون ولكن حيكون مختلف بدل الصباح الليل اللي حيكون من 10 إلى 12 وإن شاء الله حيكون يوم 12 رمضان يوافق 17 مايو فبوك يور سيلف. اوكي انكلوسيف اللي هو الشمول ايش يجي في بالكم اول ما نكون انكلوسيف؟ يلا طيب اوكي في يوم من الايام كنتوا في مكان بس حسيتوا نفسكم مو من ضمن المكان كثير مين؟ اوكي فاليوم حنتكلم عن هذا الشيء عشان نكون active worldwide خلينا نستخدم الهاشتاج CM inclusive CMRUH اختاروا براند رابتس في ميشيغان سيتي اوكي audience engagement حنبدا بعد الايس بريكر تاجز كانت في اللي هي الستيكرز هذه ايش الصفة في الشخص بس الناس ما تعرف عنها فنبغى نقولها لبعض و الناس اللي جنب بعض بس الافضل تكون ما تعرف بعض عشان نعرف الصفة. انا عن نفسي حطيت اني انا انسانة متوترة مبادرة احب يعني اجرب نفسي باي شيء اشوفه ممكن اشوف نفسي فيه وبعدين اشوف اذا انا صديق موجودة في ذا المكان او لا. والبنات كمان قالوا لي اني انا منظمة زيادة عن اللزوم ف مين يقدر يشير معانا الصفات اللي حطيتوها؟ يلا لازم يكون اودينس انجيجمنت توفيق عنيد مغامر ايوه ايش؟ حماسي اوكي مين كان؟ صبور طيب اوكي ايش رايكم نبدا بالناس اللي جنبنا اوكي عندنا دورتين اوكي الشباب الحمد لله
بس الحمد لله فار جود. بالنسبه لكم كويس حاجه بس المستقبل والله سعيد والله انا لا اسعد الله ما اشبه مهندس في ناس تقول اشبه املح منه هذا الكلام الزين اللي جنبه امي ما شاء الله ما شاء الله هو الكبير اللي بلا اي لا هي اللي بعد ما شاء الله عمر وسام ما شاء الله الله يبارك فيكم والله ونعم العائله نعم الله يسعدك والله يا اخي توقعت انك تكون يعني انا بقول لك مهندس ولا انا صاحب مهندس بالعمل ترى قال لي اسمك مره لا والله ونعم الله يرفع من قدرك سعيد والله ابد الله يرضى والله كان المفروض يجي هو اليوم بس ما لامس ايه ما لا المفروض كان يجي بس كله هو اوكي كمان في كمان بيشارك يلا اودينس انجيجمنت لازم يكون هدف Creative Mornings. اوكي مين كمان شخص ثاني اوكي تمام اوكي اول سبيكرز حدثتنا هذا الشهر هي نورا التيبي نورا التيبي كانت من اوائل الناس الداعمين كريتيف مورنينجز يعني فضلها كبير عليا واكثر سؤال في سؤال جاي في نهايه 2018 سمي ثلاثه اشخاص تعرفت عليهم خلال هذا السنه وانت مره ممتنه انك تعرفت عليهم اول واحده ترأست القائمه كانت نورا التيبي صراحه عفويه انا صار انا بس حابه تساعد الغير غيرت فيني انا نفسي شخصيا في كريتيف مورنينجز كمان عطتنا بوش قدام كمان غيرت فيني انا نورا التيبي هي اونر اوف ذا اولدست كووركينج سبيسز ان اور هاب كمان هي الاونر وفاوندر اوف رود مجتمع الاعمال اتجاذرز الستارت ابس ورواد الاعمال في المملكه العربيه السعوديه وهي كمان ادفايزر ممبر في مسك قيم نبدا حيينا نورا أول شيء بس تصحيح أنا مو أونر أنا كو أونر شريكتي موجودة معايا هنا في هذول وشريكتي كمان في رود فتشرف طيب بداية شكرا لما شكرا Creative Mornings شكرا فوكس شكرا كل الجهات الداعمة شكرا للناس الحضور كلكم والناس اللي جايين عشاني مخصوص توفيق للناس الباقية اليوم الموضوع لما وحيت التوهيق معتبرة قالت نورا you have to talk choose a month to talk in قلت لها يا بنت الحلال طيب اوكي انا لاربع سنين او خمس سنين استخدم ابريل هو ماي ماجيك مانث في السنه لانه سنه الشهر اللي انا مرات فيه وكل سنه لازم اسوي في ابريل شيء عنيف شيء كذا حتى السنه هذه في 16 ابريل طلعت رخصه السواقه حقتي سويت ثلاث اشياء في ابريل هذا وكانت يعني توز لايك فت في هذا فشكرا التوبك هاويفر سو يعني يا رب اني اقدر اقول لكم او احكي لكم في التوبك ذات از تشالنجينج سنسيتيف خاصه لما انا ابغى اقول لكم يعني حسيت ان افضل طريقه اني اوصل لكم المعنى از تو ريفيل بارت اوف ماي لايف انا نورا العتيبي انسان عادي بسيط اوكي حقول لكم ايش القصه ويا رب اني اقدر يا
يعرف انه يكون في طريقه او تشوف الجيرني من being excluded كيف اوصل واصير included. كان عندي perception انه انا الناس they have to put me in, الناس they have to let me inside. فحتشوف القصه الان شويه. وعلى فكره ترى انا عيالي موجودين هنا ودائما وراي ماما اكتب كتاب اكتب كتاب اكتب كتاب الف اكتب قصتك. احس ان اليوم كذا كنت قاعده اتحدى نفسي اذا قدرت اوقف قدامكم واحكي لكم قصتي اكيد يا استاذ منكم ان شاء الله يا رب. القصه بدات او لما جيت افهم اكثر كلمه انكلوسيف صرت ابدا في عملت جوجل سيرش وفعلا لقيت صوره واحده ات واز ليترالي شوينج ايش معنى كلمه انكلوسيف. سو الاكسكلوجن هنا هي تقريبا ناس موجودين في مكان وهذول حواليهم they cannot join in. segregation وللاسف هذا كان الى وقت قريب هذا وضع السيدات في المجتمع السعودي سوري. integration okay we're in بس still not included. والاخير اللي هي الانكلوجن. My life goes between those three. Literally. ويمكن لما تشوفوا الاحداث حتى تعرفوا ايش الجيرني من هنا لهنا. طيب. في البدايه I have to go back ليش I was انعزلت او انفصلت. اوكي. طبعا في المراحل هذه حتشوفوها في كل سلايد واقول لكم حتى تحكوني امشي من هنا لهنا لهنا بعدين ارجع هنا بعدين ارجع هنا. اوكي. أحبت قصة الوالد. الوالد أحد الشخصيات اللي أنا جدا امبرست فيها. الوالد انولد في بيئة وأبو خمس سنين ست سنين لقى نفسه راعي غنم وراعي إبل ويمشي ورا الإبل. كبر وهو طبعا أمه ووالدته كانوا منفصلين فتربى عند خاله وخاله كان عنده مجموعة من الإبل وكان يرعاها. هذا الرجل حس انه هذه this is not me وكان يبغى يشوف الطريق او يشوف يبحث عن طريقه انه يحسن فيها حياته. سمع ذيك الايام انه في شيء اسمه عسكريه جندي شيء زي كذا كان راح يروح يسوي حاجه عسكريه. وبرضه سمع ذيك الايام انه ترى تقدر تدرس. هو كان حافظ القران فيعرف يقرا من القران يعرف بعض الاحرف فتقدر تدرس تدخل مدرسه تتعلم يصير عندك شهاده. فبدا في العسكريه از جندي وبدا يدرس. لما يحكي ابوي انا كذا بطلع. لما يحكي كيف كان يوقف خفاره ويمسك كتابه وينام وهو واقف. لما يحكي كيف كان يطلع بالروحات والجيات والجو يقعدون ذيك الايام كانت السيارات اللي هي الوانين. كيف يقعد ورا في البرد وماسك كتاب وقاعد يذاكر. هذا الشيء يخليني ريلي براود. على حظه اتزوج مره بدري ووالدتي توفت اثناء الولاده. فوصل بين انه ايش اسوي انا جدي واروح لحدود الشمال ووافل ايش اسوي للبنت الصغيره هذه؟ فقرر انه يحطني في جمعيه النهضه وانه اتربى هناك فتره لغايه ما اطلع. طبعا it wasn't easy اي نوع قرار ما كان سهل عليه. وراح يكمل حياته واليوم الوالد تقاعد برتبه عقيد. خلص دراسته وكمل مساره المهني وما شاء الله اسمه من الاسماء المعروفه جدا. وتقاعد وهو عقيد والى الان يذكر بخير ما شاء الله. في فتره القرار المكافح هذه يعني الى الان لما يحكي كيف هو وداني كيف حتى ما كان لي اسم ما بعد سماني حطني قال بس كذا كم يوم لغايه ما يخلص اوراقي ويرجع يطلع اسم. في الفتره هذه في سيده فاضله اخذتني ربنا وهي لما اقول امي الان في الكلام هذه امي. الفرق بين المجتمعين كان مره كبير. ليس الفرق المادي فرق الفكر والثقافه. هذه انا وانا صغيره وهذه انا برضه وانا صغيره. تربيت ببيئه جدا مختلفه. بس كانت الوالده حريصه انت اعتياديه، انت كذا، ابوك كذا. فكنا كل ما كنا في الرياض لازم اروح اهلي واروح. فاذا جيت لهم كانوا يطقطقون علي يقولوا لي سالي. مره بالنسبه لهم انا كذا فرجه، او اذا جيت فكانوا يسمون المسميات كذا غريبه ويجوا لي يعني حتى السياره لما تقرب عندهم يتلفوا حوالي ويقعدوا مستغربين الاطفال. فلما اجي العب معاهم ما يلعبوا معاي يبداوا يمسكوا الاشياء اللي لابسها. او لما اتكلم طبعا انا الوالده عندها العلم فوق كل شيء. فكنت ادرس فرنسي، انجليزي،
وعرفت اني اتكلم هاللغات، فلما اتكلم فرنسي يقول لك عرفت اني قدام التلفزيون قاعد يتفرجون. فبالنسبه لهم كنت الفرجه في ذيك السنه. في المقابل الوالده الله يذكرها بالخير ويغفر لها يا رب، حطتني في مكان من افضل المدارس السعوديه كانت في ذيك الفتره. في المدرسه كان اسمي نورة نجر العتيبي، والمدرسه كلها ما فيها عتبان ولا قبائل الا قليل. نجر العتيبي اكيد انا جايه بجمل المدرسه نظرهم ما زلت الدويه. حتى عندنا لما نروح مثلا مع الوالده واماكن كذا معينه كانت ما تنادي لي نورة بنتي، ما تقول نورة بنتي، نورة نجر، نورة العتيبي. بالنسبه لي هذا اوكي، مدام بناتي يقولوا عني الدويه وامي لما تخدم كانت تقول هذه مو بنتي عتيبي. فكان في طول حياتي عشت بين مسميين. كنت I felt it on a very segregated في كل الحالتين سواء مع امي ولا عند اهلي. فكنت بين الدويه اللي الناس تخيلونها كذا، واذا رحت لاهلي طبعا اهلي اللي هم الوالد والعائله كنت بالنسبه لهم مصيبه. فظل اللقب هذا كثير ملتصق لين قريب. يعني الفترة هذه أنا أمس وأنا قاعدة أعد البرزنتيشن كنت قاعدة قعدت مرة أضحك مرة أبكي مرة عرفت اللي أتذكرت أحداث غريبة، بس أتذكر نفسي ذيك الأيام كيف أنا أي توك سيريس. في الثانوي قبل الثانوي أمي كانت مرة حريصة على الثقافة، كانت كل يوم العصر بعد ما أجي من المدرسة نخلص الغداء تجيب الجرايد وتعال. في المتوسط سمعت عن تشيكوسلوفاكيا وتشاوسوسكي ديكتاتور وسوى وعمل، فجيت عند اهلي اقول لهم تشيكوسلوفاكيا وتشاوسوسكي خير؟ مش مصريه فتحت كتب. فهذا الشيء خلاني حتى لما اروح ما احس اني انكلودد، ولما ارجع لامي وتقول نورا نجر او نورا العتيبي ما احس اني انكلودد. ففي الثانوي كنت شخصيه جدا مختلفه، كنت الشخصيه اللي امشي جنب الجدار. صح في المدرسه كنت اطامر كثير بس البيت امشي جنب الحيطه واذا احد حكاني على طول لو تقول لي صباح الخير اصيح. او كنت مره شخصيه مهزوزه جدا. في الفتره هذه الوالده كانت مره حريصه كملي 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 دراستك. الوالد قرر انه تو تيك مي باك، رجعني في ثالث ثانوي بالضبط. انا كنت جدا متفوقه في ثالث ثانوي، دخلت المجتمع حق اهلي مره ثانيه. اذا اتكلم عن تشيكوسلوفاكيا مصريه، البنت ما تسمع اغاني، البنت ما ترد على التليفون، البنت ما تناقش السياسه، وانا انسان احب السياسه. ما تتناقش في السياسه، البنت ما تتكلم الا في المطبخ. البنت تحمد ربك هي قاعده في المدرسه. في هذه السنه ثالث ثانوي كنت علمي وانا متفوقه تماما رسبت. اوكي عادي. الوالد قرر يشيلني من المدرسه اللي فيها ويحطني في مدرسه حكوميه، وهنا كانت كشاشه ثانيه برضو اللي غريبة عليهم، الناس قاعدين يقولوا وش اللي تلبس تنس شوز؟ ورا ما تحط كحل؟ طب ما يعني قاعدة ألعب أطامر، أحس إن سن اللعب هم كانوا يشوفون لا سن اللي تعرف تطبخ وما كنت أعرف أطبخ. الشاهد قرر الوالد إنه يلا لازم تتزوج واحد من العائلة، برضو نفس المنتاليتي إنه البنت ما لها إلا مرة. هنا كانت بالنسبة لي حاولت كثير تو بي إنكلودد، صرت أسوي زي كل العائلة. وصلت لمرحلة يعني أنا بالنسبة لي I don't regret، بس أنا very proud إني حاولت. صرت أطبخ وذبايح وأشياء مرة أنا ما كنت أتخيل أسويها، بس still I was not included. I was in a way integrated بس مش included. هنا كان شرط الوحيد لما جيت أتزوج إنه الشخص اللي يخليني أروح لأمي ما يقطع علاقه بيني وبين الوالد. فكنت كل فتره طول السنه في البيت في الرياض، ولما يجي الاجازه اروح للوالد. فكل ما جيت لها نوره كملي دراستك، نوره خلصي، نوره سوي، نوره اعملي، نوره فايند يور واي. فبدات هنا رحله، طبعا هذه لما كنت متزوجه، بدات رحله كذا بقرار منها ودعم اني ابدا رحله اني اكمل دراستي، ورحله اني فعلا الوالده كانت تتكلم بلغتي. يعني لما تتكلم تستشهد باحداث الملك فيصل، تستشهد بتاريخ الملك عبد العزيز، تستشهد بدور المملكه. فخلت الدم عندي يقلب من الاحمر للاخضر. بديت ادرس واكمل رحله الماجستير. جيت ادرس قالوا لي ما لازم تاخذي الدبلوم التربوي، بعدين الدبلوم التربوي تروحي تدرسي ماجستير.
في هالفترة تعرفت على دكتورة قالت لنا عن حاجة صارت في أحد مدارس المملكة الظاهر كانت، وروحوا شوفوا ايش قاعد يصير هناك. طبعاً هذه الأشياء هنا الكوت عجبني لأنه كان يلمس مرحلة في حياتي اللي أوكي أنا وصلت المرحلة اللي طفشت من الناس اللي حواليا وأبحث إنه هم يضموني لهذا الموضوع. So I'll be معاهم لكن I'll do I'll start my own path وفيل إن أنا أخلي نفسي included بطريقة أخرى. في الفترة هذه في 2009 لما رحت مدارس المملكة وكانوا يتكلمون عن شيء اسمه طبعا شفت موهبة هناك وكانوا يتكلمون عن حاجة اسمه معرض العلوم والهندسة يقام في أمريكا لهم 55 سنة. عادينا اتوقع عشان اشتغل الدم الأخضر للأسف. كان يقول 55 سنة وإحنا السعودية ما في. قالوا إيه إحنا قاعدين نحاول ناخذ عيالنا ونوديهم هناك. تروحين معانا؟ يس أروح معاكم. كان عيالي لسه صغار. يا رب أنتي ما تصيحي. كان عيالي لسه صغار. فأروح بس الروح ما هي كفاية. مو كفاية إن إحنا ناخذ ناس ونوديهم هناك. إحنا نبغى نجيب الناس من هناك ونبغى نسوي نفس الشيء هنا. فمن 2009 أتذكر أول ما رحنا ورجعت في الطيارة طبعاً أنا didn't do it myself لكن that was my dream اللي أفتح اللابتوب وكاتبة منهجية البحث العلمي للطلاب ونشبت في حل موهبة let's do it here قالوا it's too early let's do it here تقدر تكتبين لنا مانيول نكتب مانيول تقدر تدربي ندرب فصرنا نطلع كل يوم صرنا نطلع بالطيارة الصباح الفجر أروح الجيزان أدرب أرجع البيت هنا أطلع الطيارة ثانية وأروح العقار أدرب. I was like really كذا أحلم أن نوصل 1000 مشروع موجود جوا المملكة. في 2000 لحظة هذا كان كم؟ 2009. 2011 صارت عدد الناس اللي مشاركين في معارض العلوم والهندسة 10,000 طالب وطالبة. أنا الحالي بس I was like I had a dream وبدأ يتحقق والحمد لله في نفس السنة كانت أول مرة تحصل إنه بنت مسلمة سعودية تفوز بالمركز الأول بين 150 دولة والمملكة was there وعلم المملكة كان on stage البنت اللي فازت بالمركز الأول على مستوى العالم وهذا بحق ذاته يعني كان one of my biggest dreams I see my country somewhere. بدأنا طبعا هذه كانت إحدى المراحل في الفترة هذه واستمر الإبداع وال تسمعونا في مدارس. في الفترة هذه حصل إنه الوالدة توفت. لما توفت الله يغفر لك it took me two years to overcome. سنتين عشان أتخطى الموضوع لأنه فجأة ما عاد عندي history الوالدة توفت وأنا في مجتمع مو حاسس يحسوني مصرية لسه وكل ما تكلمت عن بحث وابتكار ومملكة you know روح المطبخ سوي تكفون المملكة تصلحين العالم المصطلح تملكني أملك من ملك يا طيب لما توفت مرة تعبت لدرجة إني خلاص وصلت المرحلة إنه I quit الماستر حقي استقلت من الوظيفة وطلبت الانفصال وخلاص قلت إنه no way وصلت مرحلة إنه literally قاعد أقول يا ربي أنت وسوري تو سي سو بس عشان تعرفون كيف الاحساس انك ما تكون انكلودد يا رب انت حرمت الانتحار طب وجد لي طريقه خلاص اني اطلع من هالمكان هذا اهاجر كيف اهاجر كيف اطلع كيف اروح خلاص اي واز ليترلي نو وير سنتين وانا احس اني انا نفق في العالم ولا شيء في الحياه هنا طبعا بديت اكتب وبدأت أحط يعني اكتشفت إن الفيسبوك مصيبة لما رجعت أرجع للأشياء اللي في الفيسبوك اكتشفت إني أنا أكتب كل شيء فيه بس أخذت قرارات إني أقطع كل اللي راح ونوّر طيب بعدين قلت لا let's stop صحيح أنا I'm not included somewhere but I have to start with it لازم هنا كانت الرحلة الأساسية والأولى والخطوة اللي أتوقع إن شاء الله صح to be included you have to include yourself first أنت لازم عشان تكون إنسان شامل وضمن أنت لازم تحتوي نفسك في البداية وبعدين حتشوف الرحلة كيف حتروح. كانت في البداية السنتين هذه كانت جدا صعبة، بعدها بديت أقول أوكي الوالدة كان حلمها إني أكمل دراستي، كنت هنا استقلت. بدأت ماي أون بزنس، البزنس حقي كان شوية في الروبوتكس والأشياء هذه. فجأة وصل اسمي لدبي ورحت قدمت ورشة عمل قدام وزير تعليم دبي.
شوي شوي اشتغلنا على أول فابلا في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، كان داخل مدرسة، وعملنا بعض الورش اللي كانت جدا جدا جميلة وفيري براود اوف تحت رعاية الشيخ جريسي. So I'm still leaving a track. هنا تبنيت في المرحلة هذه اللي كانت في لحظة وقوف مع نفسي، قلت رسالتي في الحياة اليوم يمكن ما أكون شيء قدام الناس ولاني شيء بين المجتمعين، لكن حتكون عندي رسالة إنه أترك أثر. ومن هنا بديت، بديت بالبزنس حقي، بديت حتى كان هذا أحد المعارض اللي إحنا قاعدين نشتغل فيها، وانتهينا بالفابلا. وبعدها طبعاً قفلت الشغل حقي، حتقولوا لي ليه؟ هنا برضو الدم الأخضر عمل أعمالي. في جهة حكومية تعالي ومدري إيش، وأول مرة تطلع وأول برامج الرؤية، فقفلت شغلي ورحت مع هذيك الجهة. I was very proud of it. بعدها سوري، في الفترة اللي كان فيها struggle في البزنس حقي، بديت أسس شيء اسمه رود. كان عبارة عن 17 سيدة وبعدين في البزنس، وكنا نعاني. أنا كنت فترة طويلة في عمل حكومي واستقلت فتحت بزنس، فصرنا نتجمع شهريا ونحاول ندعم بعض. هذا المجتمع وصل الحين 450 سيدة على مستوى المملكة كلها. الأرب نيوز مرة they were fond of it، وبدوا يتسووا معنا انترفيو، وبدينا لينك هذول الناس لنفس الأرب نيوز ومغلقين. الهدف من هذا المجتمع أن إحنا نخلق نوع من الانكلوسيفنس. حلمنا يكون العلاقة بين حتى في مجال البزنس يكون كولابريشن أكثر من التنافسية. خلونا نتعاون مع بعض، ليش ما نفوز؟ أنت تفوز وأنا أفوز، ونكون كلنا بإنرجي مريحة والإنجاز أكبر. فمن هنا هذه وصلنا الحمد لله ل 450، وسوينا بعدها أول إيفنت كان يتكلم عن السيدات السعوديات. كان عندي هاجس إنه الناس ما تعرف السعوديات إيش قاعدين يسوون. في ذيك الأيام أطلقنا أو أعلنا عن سارة الدوسري اللي كانت أول تشتغل على أول موتش طيارة بدون طيارة. تعرفون في السعودية تشتغلون شيء هذا، انصدمنا لما اكتشفنا في السعودية شغالين على الستلايت، صح ولا لا؟ فعندنا هذا جدا مشرفة، وكان هذا أول بيج إيفنت نتكلم فيه اللي هو السعوديات قدها. بعدها استمر حلم الإنكلوسيفنس، وبدينا أو اشترينا ألور هاب. ألور هاب أز كووركينج سبيس ما زلت أتكلم فيه عن الكوميونيتي. حلمي إنه فعلا كل إنسان يحس نفسه إنكلودد. أحب إنه ما أحد يعاني ويوصل لمرحلة إنه يا ربي ليش الانتحار حرام؟ وبس هذه لنتشل الرحلة حقتي، ويا رب إني كنت تركت شيء. ما زلت الآن أؤمن إنه الإنكلوسيفنس هي هيومن كير، بس مجرد اهتمام إنساني بدون أي أجندة ثانية، مش عشان أحد يطلع أو عشان أحد يقول أنا سويت مبادرة، لا، اهتمام إنساني فعلاً إنه نخلي اليونيفرس كله إنكلوسيف، ونبدأ من هنا، أوكي؟ مثل ما أنا أبغى أكون إنكلودد المجتمع اللي حوالي بلدي، العالم كله. فأتمنى إن شاء الله إني أكون أوصل لمرحلة كذا فعلاً، يعني أنا أحس سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلقني لعبادة ولعمارة الأرض. أنا أعتقد إنه الرسالة هذه كانت بالنسبة لي هي جزء من عمارة الأرض اللي أتمنى فعلاً اللي قاعد أسويه، وأتمنى اللي قبل ما أموت أترك أثر إيجابي في الأرض. فبس شكراً لكم. باي ذا واي اليوم أنا مرة فخورة بالاثنين، بالدوية المصرية. سؤال نورا. فين المايك الثاني؟ عادي صوتي عالي. كانت هي تقول إنها ترجع لأهلها تروح للرياض وشيء زي كذا. هل كانت في مدينة ثانية برضو؟ الوالدة كانت بين يعني جزئية في جدة، وبعدين في أغلب الوقت برا المملكة، فكان والأهل الوالد كانوا هنا في الرياض. فكنت بين هنا وهنا صحيح. بين نجد وحجاز. يس. أول حاجة شكرا على الطاقة الجميلة دي. ثاني حاجة أنا فخور إن سوريا زي أنا يعني. I'm very proud of you. أنا عندي بس آخر حاجتين. أول حاجة أنا عايز طبق كشري. ثاني حاجة الكتاب هينزل إمتى؟ إن شاء الله.
برايك نبدا؟ اه طبعا. خلاص زي من دلوقتي سيبينا ونمشي براحتك. السؤال فقط بسيط انه ذكرت انك كنت تبحثي عن شمولية. كنت تبحثي عن شمولية، والسؤال اللي احنا بداية لازم نطرحه انه هل الانسان بحاجة لوجود الانتماء؟ او ان هذا شيء اضافي، بمعنى انه هل لازم كل انسان في حياته انه يجد شخص او مجموعة ينتمي لها؟ وبالامكان الانسان يحقق كل رغباته في الحياة بدون وجود الشمولية؟ بالنسبة لي ما اقدر طبعا، بس اللي انا اشوف انه طبيعة الانسان ما يقدر يعيش لحاله مهما حاول، مستحيل. يعني حاولت في فترة من حياتي خلاص أصير لحالي ومع نفسي يعني تكون الميت الحي إذا أنت قاعد لحالك. يعني حتى لما تكون، قلت لكم على أبسط الأمثلة، لما أكون جالسة يعني أحيانا لما كنت أجلس بين مجلس مليان سيدات وأهالي وكذا يحكون لغة أحس إني ماني، ما أحس لحالي كذا قاعد كلمة مثال. في فترة من الفترات كانت اللغة صعبة حتى مع أبو الأولاد. الرجل أكثر إنسان دعمني في دراستي وخلاني أروح لأمي كثير، بس لما جيت أتكلم في something missing، بالدرجة صرت أسكت عشان ما أزيد الأمور توترا. السكوت هذا خلاني كذا كأني عمود في البيت أو شيء. لا ما تقدر، أنا بالنسبة لي حسيت إني ما تقدر no way إنك تحس نفسك كذا البلاك شيب في وسط القطيع. أحسها صعبة جدا. ويمكن في احد لا يشوف انه اوكي اتس فاين وذ مي اني اقعد لحالي. اوكي؟ انت خالد بالنسبه لك تبي تقول؟ طيب خالد يعني ما عارف طيب يعني خالد بس ثينك اوت اوت، اعتقد انه موضوع الشموليه شيء عظيم وكل انسان يحتاجه، بس اعتقد المعضله في مجتمعنا انه رغبتك في وجود شموليه يجبرك على دخول مجتمعات انت ما تبغى فيها. المعضلة هي انه انا احيانا ما انتمي لهذه المجموعة او ما انتمي لهذه المجموعة من الناس، بس انه انا انسان بحاجة انتماء فاقصد نفسي واغير افعالي واغير تصرفاتي الجودة. واعتقد لازم نفرق بين قديش انا احتاج شيء هذا، قديش انا اضحي يعني ابتعادي عن الشمولية بحثا عن المكان الصحيح. فاعتقد هذه لازم يكون في تفرق. يمكن انا بالنسبة لي كانت الظروف تحطني في اماكن غير اللي ما احس نفسي فيها انكلودد، لكن الان اذا انت عندك عشان كذا تحس في وذن. اليوم انا لما بنيت الكوميونتي حق سيدات الاعمال ولا بنيت ولا قاعد اسوي شيء في حياتي اي فيل انكلودد وذن مثل ما تفضل، بس برضو وذن ذا كوميونتي ما كنت لحالي، وهنا بدا الاحساس بالانكلوسفنس اني قاعد اسوي شيء احبه في المكان اللي انا احبه مع الناس اللي اتكلم معاهم بنفس اللغه. بس اني اروح عشان تبي انكلودد صحيح، في ناس عندها هذا الاكشن اروح لمكان يعني في احد الدراسات يمكن في احد ارسلها قبل يومين في احد جروبك انه في امريكا اكثر شيء كان يعانون الموظفين فيه انه هو they have to do this the wrong thing just to be included. ممكن يوصل مرحله انه بس اروح واشرب بس عشان اكون من الشباب، او اروح واعمل حاجه بس عشان اكون من البنات اللي فنو. هنا ولما تكون لما توصل مرحله ادراك معينه حتبدا تكون very aware I need to be included in my way. اعتقد ان هذه هي الاجابه. بس عبد الزمان أول شيء شكرك على توم، كانت مرة بس لكن في شيء في هاجس في بالي الصراحة، كيف أوازن بين الانكلوسيفنس في الأشياء اللي نحبها مثلا أو الأشياء اللي يقول إن هذا أنا هذا مصعب وبين العائلة؟ يعني مو بالضرورة العائلة أو العلاقات الاجتماعية الأساسية اللي كانت عندي مثلا تمثل نفس القيم او الاشياء اللي يمثلها مصعب او اي شخص ثاني. فانا اشوف كثير من الشباب مثلا خلاص لما يختار تخصص معين او يختار مجال معين ينعزل عن عائلته عن علاقاته الاجتماعيه ما يحاول يوازن فيها. انا شخصيا عندي نظره ثانيه، لا كن زي ما انت لكن حاول انك توازن، حاول يا تقرب من الناس او يقربون منك. كيف ايش رايك؟ أتفق معك. أنا كنت في أعتقد أن الشمولية تعتمد على ثلاثة أشياء. Do I have to؟ إذا أنا I must في أشياء ما تقدر أنت تتخلى عنها، مثلا زي وضعي مثلا وأهلي I have to be there. So I'll find a way
بس متى متى اقدر اوصل مرحله اللي عندي طريقه للكوميونيكيشن والتواصل لما اكون انا من داخلي كونتنت، لما ما يكون عندي الاحساس او يكون عندي بيس داخلي او سلام داخلي. انا كنت في حاله اني ابغى ادور انكلودد بس ماني عارفه كيف. لما بديت اقتنع انه انا مين وام انكلودد ان ذا وورلد في كل العالم وانا قاعد اسوي شيء للعالم، بدا يصير عندي نوع من القناعات اوكي، فبالتالي اقدر انفذ التزاماتي مع الناس الثانيين. هذا واحد. سو تقيم العلاقات اللي تبغاها، هل هي مست؟ في اشياء ما تقدر تخلى عنها، لكن تقدر تعمل بالانس انت انترنلي او شيء مع نفسك، وبعدين تبدا تسوي التزاماتك الثانيه. اتخيل هذا اللي بديت اتدرب عليه مؤخرا. اثنين، هل الانكلوسيفنس او الشموليه ان يكون مشمول ضمن المجتمع ممكن تكون مضرة لي؟ يعني هل أنا ممكن أكون مع شباب وأجلس معاهم وأنا أحس أبغى أحس إني أنتبههم، لكن في النهاية إذا أنا فكرت شوية واستبعد من المجتمع هذا، طيب فيهم واحد اثنين ثلاثة عندهم واحد اثنين ثلاثة، do I really want to be here within 3 years؟ أو اسمي يرتبط بهذا المكان بعد 3 سنوات؟ so إذا كانت الإجابة أو ترى by the way عندنا لبسة، إحنا نحسب قراراتنا من هنا. no، أغلب القرارات you sense it، تحسها قبل ما تستوعبها عقلك. فإذا أنت حسيت إنه هذا المكان مو مناسب أو إنك تكون جزء من هذا المجتمع مو مناسب، استبعد. لترلي مع الوقت حتبدأ وتدرك. يعني إحنا مشكلتنا دائما نفكر بعقلنا أو نفكر بالعواطف، ما نعمل بالانس. فأعتقد متى ما وصلنا البالانس هذا حتى تجاوب السؤال بنفسك. أنا بس بضيف نقطتين. يعني ممكن يكون أحيانا الواحد إذا يفكر كثير إنكلوسيف يكون أناني أكثر، فيقول أنا أولا ومن بعد الطوفان، او يكون احيانا في عنده نقص مثلا في شخصيته وين كان، فيقول لا والله برتبط بالعلاقات لانهم دي سبورت في اشياء ثانيه. وكل واحد في الاخير عنده اجنده اتخيل. بس صدقني الانسان الاناني ابدا ما هو ما يفكر في الكريسماس، ما تحس يفكر في المجتمع، يفكر انا اول بالضبط. سوري بس غالبا كذا الانسان يكون تلقاه هارش، وانا ما يشوف اي احد حواليه. فكلمه مصطلح انكلوسيف اعتقد انه ما عنده اساسا. انا اتخيل كذا ما ادري والله، بس ممكن. اهلا، يعطيك العافيه اول شيء. هاو تو ادابت مع المنتاليتي اللي تكون مختلفه عند الاهل؟ يعني مثلا في حياتنا اصحاب الناس اللي نعرفهم، لو احس انه في ديفرنت منتاليتي اي كان مانج ايش المواضيع اللي افتحها معاهم وايش المواضيع اللي لا خلاص انت عندك تفكيرك. بس when it comes to family كل المواضيع حتنفتح، كل الافكار. احيانا مو سهل ان الواحد يسكت ويمشي عشان انهم اهلي، لا still this is wrong او this doesn't make sense. كيف قدرت تو ادابت مع الفارق بينك وبين اهلك actually؟ دائما يعني الانسان هو يعني خلينا نغير ربيع انفسهم. اكتشفت انه انا انظر انا وماي باك جراوند واهلي وذير باك جراوند، وهذا غلط. حتى ايفن وانا تراي تو يعني انه اكون من المجموعه، اي ليت ايفري ثينك من ماي باك جراوند ونطيت في الجهه الثانيه عشان اكون من ضمنهم. واي ستارتد تو سبيك حتى ملابسي حتى كلامي بنفس الطريقه، بس في جزء مني كان لسه هناك وهذا غلط. So the best way to do is، ويمكن اكون صح يمكن اكون خطا بس حسنا مشت معايا. مي اشتغلت اكثر على my knowledge my skills، وفي نفس الوقت لما اجي مثلا تلقيني اجلس مع الوالد والله يبقى هو فعلا بس I never talked it واستنى يقول لي هالكلام هذا. طيب ابناء يعني الوالد انا عمري ما عشت معاه، فكيف ابغى يتكلم معي كان زي ما يتكلم مع اختي الصغيره مثلا او اخوي الصغير. بس اجي كذا اقول يبا انت انا فخوره فيك وانا صرت قاعده امشي على خط سيرك، بس ايش رايك في الموضوع هذا؟ هل تتوقع كذا ولا كذا؟ صار ليترلي. وبعدين ابوي لانه وصل لعقيد فتحسين بعض الامور كانت التوبيك هذه تريجر سمثينج انسايد. بس اذا جيت جلست واتكلم في هالموضوع ليترلي يدف كذا. قبل كنت احس انه ما يسمعني حتى ما يشوفني. فاعتقد انه اتس جود. وترى الاهل صعب عليهم يجيبوا الولد يقول لهم او الابن او الابنه ترى انتم غلط، مو سهل. او قد يكون صح بحكم انه الطفل او الابن والابنه الشباب طلعوا العالم شافوا شيء جديد، والاهل بدوا صاروا بسن معين صاروا دائما في البيت فمو قاعدين يشوفون شيء برا. لكن سبيك ذير لانجوج اول شيء، اعطيهم الساندويتش مثل
انت everything. I'm seeing something. وش رايك؟ اعطيني نصيحتك ريلا. You, me, you. صدقيني حتجاوب معك. في سؤال مسامحني اني ضايقتك، حسيت وانا اتكلم كذا شوية تعبير وجهك كانت لا لا بس انا عندي الفيس اكسبريشن حتى تكون فاضي عشان كذا لما جت بعض الاحيان سخنت في الجهه هذا شو معك؟ لا لا اسمعني عادي. سلام. اهلا وسهلا. يعطيك العافية. سعيد أول شيء بحضور اليوم وجدا استفدت من القصة ويعطيك العافية جدا. عندي سؤال مهم، كيف تعاملتي مع التنميط ستيريو تايبينج الصورة النمطية سواء من ناحية على المستوى الأسري، تقولين إن كان في اختلاف بين الأسرتين اللي كنت عايشة فيها وكذلك المجتمع، يعني في الأخير معلش احنا كنا عيال المجتمع هذا، مهما الإنسان يشتغل على نفسه زي كذا يحبون يحطونك في بوكسز يحطونك في مكان انت عتيبيه انت منقبه انت ما ادري ايش، فمهما تسوين انت لسه في هذا البوكس. فانت كيف تعاملتي في السابق وانت صغيره وكيف ما زلت تتعاملين؟ انا متاكد انك بشكل او باخر ما زلت تواجهين هذا الشيء يعني. وشكرا. في السابق كنت يعني تخيل ما كنت اقول اسم ابوي ابدا بالمدرسه، ومع ذلك ومع ذلك اللي كنت احاول اني اصير اشغل الناس بشيء ثاني، ناقص كثير وطامر مره شيطانية بالمدرسه، وكانت الكلمه توجعني بدويه، ولما اروح لاهلي مصريه كانت توجعني. الحين حتى انا اقول لكم اليومين اللي فاتت قاعده اجهز العرض صرت اضحك على ليش اي توك ات سو سيريسلي ذات تايم. طيب دويه شيء مره حلو، مصريه شيء مره حلو، يعني كمان انا كنت مره مبسوطه ترى. باي ذا واي على فكره مصر كانت اول ستيشن لازم اطلع فيها بعد ما اخلص المدرسه اروح مصر العب سكواش وفي المعادي سكواش وتنس فكانت يمكن يعني وكان لغتي كمان حتى شويه النبره حقتي مصر شويه كانت كنت مصري وسوري ما ادري كيف بس فذيك الايام اي اي واز لايك تراينج كنت قاعده احاول قد ما اقدر اني اتخلص من اللقبين. اليوم الحمد لله اعتقد انه صرت اول ما ادخل اقول نورا نجر، يعرفون مين نورا نجر؟ بنقابي وما زلت صح احس انه بعض الاحيان انه في ناس يعطونك بعدين انت لما تتكلم وتطلع اللي جوا مخك كيف انت غصبا عن اللي قدامك الا ما يكون لك كل تقدير اذا انت قدرت تثبت نفسك بغض النظر عن الاسم، يصيرون ينتبهون للشخص اكثر من الاسم. ف يو كان دو ات ام شور. لا لا بعيدا عن طبق الكشري اللي لازم تعزميه يعني هتيجي مصر تاني امتى؟ ان شاء الله ان شاء الله يا رب وطن نفسك لان من زمان عنها فالمعادي وبورسعيد وبورفؤاد وكل هذا الجو جو يعني. في اماكن جديده بقى سكواش البومات ان شاء الله. بيرفكت. في سؤال؟ في سؤال؟ طبعا هذه الملاحظة أدركتها بعد ما قلت مو سؤال. إن هي محاولة الإنسان إنه يبحث عن مكان ينتمي له لا شعوريا يخليه يفقد هويته ويفقد ذاته. بمعنى فرضا إنك أنت وجدت مكان ترتاح فيه نوعا ما تحس فيه بالانتماء. أنا أسميه ملهي، إنك أنت مصيرك ترجع لنفسك، ترجع لأفكارك، هواجيسك، كلام من ذات حتى. فلما الإنسان ممكن يوصل مرحلة سلام داخلي أو تصالح مع الذات يصير هو الانتماء بحد ذاته. بمعنى يروح مكان مبادر، الناس كلها مبادره فيه، فهم لما يشوفون فيه تصالح مع الذات بطريقه غير مباشره يلهمهم بهالشيء. فيصير هو اللي يخليهم يحسون بالانتماء هذا، وقيسي عليها لو هذا الشخص حسس 10 بالانتماء و و و دواليك. ف هذا اللي عندي ملاحظه بس. اتفق معك بس في شيء في طبيعه الانسان وبالذات الشباب والشابات في مرحله التين ايجينج في مرحلة الطفولة يكون الأول أب كل الكون حوله. في مرحلة الشباب التين ايجينج الأصدقاء كل الكون حواليه وينسى الأم وينسى الأب أهم شيء أصحابي. وش الطبيعة هذه الطبيعة البشرية. في مرحلة الثلاثينات بالعشرينات أوكي في مرحلة الفلترة وشوية تصير في حيرة. ها أحاول أوزن. الثلاثين هنا يكون يبدأ الشخص يكون شوية أجريسيف.
ابغى اضبط الكون كيف ابغى امشي الوضع وهذا شيء طبيعي. تيجي في مرحله ثانيه اللي تكلموا عنها اولي العزم اللي هم سن الاربعين يبدا الحكمه فيها، وبعد كذا الخمسين تكون فيها الحكمه تزيد. لكن المعروف في الفتره الاولى هذه انه شيء طبيعي الانسان يكون الكون هو المحور، وهذا يمكن لعلها شيء الله سبحانه وتعالى جبل الناس عليه عشان يهتموا بعمارة الأرض ويفكروا في غيرهم، ما يفكروا بس بأنفسهم. أتخيل، لكن كلامك جدا صحيح فعلا. لما تكون أنت عندك السلام الداخلي حتبدأ تلاقي الناس كلاسترينج حواليك ويدوروا هذا السنس أو الإحساس بالسلام، فيحاولوا يقربوا منك ويحاولوا، وخاصة لما يعرفوا أنك أنت قاعد تعطي بدون ما تسلم منهم شيء. فاللي حاطه كثير في علاقاتنا الآن إنه أو في المبادرات اللي صارت هذه، إنه لما أعطي بدون ما أستنى شيء يجيني الشيء غصب عني، يعني يجيني الشيء كذا. فعشان كذا نبى كان دائما تسأل تقولي ليش تعطين؟ ما أعطي عادي. وبالعكس بقول لك وبنصحك وبنصحك، وأي أحد يبغى مني أي شيء أهلا وسهلا فيكم في كل وقت. إحنا موجودين في الألور أي شيء سم كشري حاضر. لو سمحتوا أعطينا بس نعزمك على كشري حاضر. هلا وسهلا توفيق. الله يعطيك العافية. أنا من أشد المعجبين بشخصيتك ومبادراتك كلها، أحس أنك إضافة في المجتمع، ومشاركتك وقصتك هذه شخصيا أنا أحس أني تعلمت كثير، مو فقط استفدت تعلمت هنا. سؤالي هو ما هو للماضي، سؤالي للمستقبل. أطفالك الآن وعيالك وعيالنا وعيال الموجودين هنا، كيف ممكن إحنا نعلمهم أو نشملهم في التربية وأساليب التربية اللي تخليهم ما يكونون في المرحلة اللي هي segregated ولا يكونون في ال not included ويصيرون بطريقة always included. But what are you doing today that is incorporating that? في مرحلة من المراحل يمكن ابني الكبير كانت عنده مسكين يتحمل كل شيء. ابني الكبير اللي أنا لازم أربيه بالنظام اللي أنا تربيت عليه، النظافة الأكل مدري إيش، فكان يحس. وفعلا في مرحله المراحل حسيت انه هو كذا بي اتاك نفس الطريقه اللي انا اللي انت اللي جاي. بعدين بديت اركز اوكي ابغى استمتع فيهم في طفولتهم. فكنت اوز ليتري حابين استمتع فيهم، لكن كان الاساس عندي هنا. فيا ربي بنيت اللي هنا. كان عندي الاساس انه نتكلم كثير معه. احنا مشكلتنا احساس الابوه والامومه اللي عندنا يخلينا نصير فيري بروتكتيف وركز بس اللي لا يتوسخ، لا يضر شيء، لا يطيح، لا يمرض، لا. طيب وبعدين ترى في مرحلة مراحل صح، أتذكر لما كنت أشتغل بالذات مرحلة آيسك وكذا، كنت أجي هالكيانفة يعني عند البيت ها بالذات بنتي السعنونة كانت ذيك الأيام، فلايك ليترلي وين ما أروح وراي. بعدين في يوم من الأيام كذا كنت واقفة، طبعاً أنا عندي شوية حركات غريبة، واقفة جنب إشارة فقاعدة أتأمل في كده زي جبل صغير جنبي جبل إشارة. إيش أنا بالنسبة للجبل هذا؟ طب إيش أنا بالنسبة للجبل أكبر منه؟ طب الكرة الأرضية للمجرة؟ حسيت إني ولا شيء. سو مع إني ولا شيء، ليش الله سبحانه وتعالى أعطاني هذه الأهمية وحملني هذه الأمانة؟ فمعناته لازم أترك أثر. فلازم أول أثر أتركه في عيالي. ذاك اليوم دخلت البيت، أول ما فتحت الباب طبعاً كالعادة ثلاث عيالي جاوا قدامي. أول شيء سويته تركت الشنطة حقتي. I want to be there for them. طالما أنا موجودة أبغاهم يستمتعوا بوجودي، ما أبغاهم يحسوا ماما إذا جت لازم نحافظ على البيت لازم نحافظ. كنت أبغى أعطيهم هذا النوع. الآن اسم الله عليهم أكبر مني، فعندنا لما نطلع ونجتمع ونشال الجوال literally أقدر أقعد أتكلم معهم حتى في the way they feel regarding whatever. واحد من عيالي يعني حتى حركاتهم العفوية والدين كنت I was there with him. عادي سوي أي شيء تبغاه وأنا قدامك وأنا معاه، ولا إني أخليه كذا إنه أنا بس إنسان اللي بيراقب عليك وأقول لك لا لا لا. literally بعد المعاناة هذه كلها أحس أكبر استثمار نجحت فيه وحققته في حياتي هو مثل هذا العيال. وأشكرهم إنه هم يعني إذا الله سبحانه وتعالى حطهم جنبي، ولو ما كانوا فعلا لأني تزوجت مرة صغيرة ومريت بالمراحل هذه حتى لما توفت أمي، حتى في سنتين اللي كانت أسوأ ما أسوأ سنتين مرت علي حياتي في ذيك الأيام هم they were there. حتى في قرار الانفصال
اتصال من والده لما قعدت فيه مسكتهم على جنب تعال ترى وي هاف تو بابا مره كويس بس احنا خلاص انا ابغى اطلع فذي وير حتى هنا في نفس القرار انفولف ذم لازم يكونوا معنا في نفس القرارات حتى اللي بسيطه ناخذها ننقل من بيت ما ننقل نغير سياره نغير ليش لا من حقهم فهم كانوا فعلا لولا الله بهم هالثلاثه هذولا اللي هم ماي بيست فريند اي وودنت بي هير توداي وفعلا هم اللي اعطوني creative morning هنا السعودية وتفكرين في مجتمعك وتفكرين إنه إحنا كيف نخلي المجتمع included في العالم كله we are very proud of you and you have our full support كلنا هنا we literally support you وصراحة أهني الوالد والوالدة على هالتحية هذا الله يحفظها إن شاء الله يا رب يعني الله يجعل في ميزان حسناتنا كلنا والهدف يعني صدق أنا هنا موجودة عشان نخدم بعض كنت محتاجة مكان زي كذا بوقت جامعتي خصوصاً بس للأسف ما كنت ألاقي بس إن شاء الله نقول إنه إحنا موجودين عشانكم أوكي الحين فقرة 30 ثانية في أي أحد حابب يعلن عن شيء مبادرة شريكة أوكي تفضل إذا ممكن تفضل على ستيجي السلام عليكم أنا معاذ الجيهان طالب قانون ومهتم في العمل التطوعي شكرا للسيدة العظيمة نورة أل أوتايبي على هذا العمل بكل اختصار المبادرة اللي نعمل عليها هي الآن مرشحة من الإيموبي هيروز في الورد سكاوت أورجنايزيشن نعمل على العمل بالصحة النفسية للأطفال كيف نطور العمل الصحة النفسية للطفل كيف يعبر عن مشاعره بطريقة أفضل وأيضا learning by doing فنبحث عن creative ideas ونبحث عن تطوير احنا أريد طبقناها كتجربة أولية لكن نبحث عن تطوير العمل بشكل أكبر السلام عليكم الشيء اللي في بالنا فقلنا ليش ما احنا نسويه واليوم احنا we are in focus الحمد لله حاب أتكلم عن إيش حيصير عندنا في رمضان عندنا سلسلة من التوكس 12 توكس
كلها revolving around four values: creativity, leadership, growth, and acceptance. المواضيع هذه بحدها من الطرح في رمضان كل سنة وصلنا الحين 7 سنوات كل سنة نقدمها as the catalyst. The speakers, the talks, the participants, كلهم is open, it's for public, you can attend. And all the speakers, all the instructors, all the trainers are sharing valuable input. فتشرفونا بحضوركم وحيبدا من 11 ماي يوميا ما عدا الجمعة فنتكلم من 11 ماي إلى 23 ماي أهلا وسهلا فيكم راح نعلن في كوريتش الحساب عندنا Instagram. We can post it in our social media. Noura. CreativeMornings will post it. Yeah. And I'm excited. Thank you, each of Stani. Okay. Okay. قبل أن نختم، إن شاء الله يعني من اليوم حنبدأ attendee of the month أو year. حيكون عن طريق التشيك ان انك انت كل شهر جيت حيكون يعني سمول جيفت ات ذا اند وتقدر تجمع 10 ايس بريكر تاجز اللي هي الكويستشنز وتعطينا اياها وتكون اتندي اوف ذا يير او اوف ذا مانث حنحسبها مضبوط فنبدا ان شاء الله من الشهر الجاي في رمضان اوكي اوكي بس قبل اقول قبل اختم حابه اقول انه احنا وي ار اوبن للفيدباكس اذا شايفين في حاجه غلط في كريتيف مورنينجز حاجه حابين تضيفوها انتم كاشخاص الكريتيف مورنينجز والمجتمع بشكل عام قولوا لنا احنا نسمع وبالاخير احنا هنا عشانكم وان شاء الله عما قريب يعني ممكن يصير في اشياء كثيره تحت كريتيف مورنينجز حتبدا ابتداء من الشهر الجاي وحيكون إن شاء الله في كولابوريشن بيننا وبين مدينة جدة Creative Mornings نكون أكثر فعالين في المملكة العربية السعودية فنحتاجكم قولوا لنا what you can offer to Creative Mornings for the community in general سواء كان لوكالي هنا في الرياض أو في السعودية هذا الباركود حابين نعرف عنكم أنتوا إيش مجالات تخصصاتكم ممكن إحنا نحتاجكم أو شركات فإذا ممكن تصوروها وتعبوا الاستبيان ممكن يفيدنا بعدين في أي أحد عنده سؤال في Creative Mornings أو ليا أوكي بس بالنسبة لـ Creative Mornings هي topics المونثلي topics تجي يعني إذا customized locally ولا يعني is it like a collaboration between all the cities? Creative the themes كل شهر تكون على حسب متى المدينة فتحت يعني أول 10 مدن فتحت فيها Creative Mornings هم اختاروا أول 10 فدحين إحنا في الرقم 78 مدينة Grand Rapids Michigan هم اللي اختاروا الثيم إحنا إن شاء الله الرياض بس يعني شوي مطولين الرياض إحنا رقم 188 فتحنا تقريبا بعد 9 سنوات احنا حنختار الثيم جلوبالي في العالم الله يحيي الحياه الطيبه فهي فيكس انكلوسيف فشهر ابريل كل ال 200 مدينه حتتكلم عن في collaboration between topics يعني I know it's going to be on the website بس هل مثلا inclusive is يعني different to every culture yes فحلو انه يكون في collaboration between all these locations understand the topic of the month how it applies to different cities yes احنا عشان كده احنا we use our hashtags اللي عندنا CM inclusive كل worldwide في you can check the hashtags كل التوكس في ال 200 مدينة راح تلاقوها في Creative Mornings website اختاروا بس المدينة اللي انتوا تبغوها وحتلاقوا التوكس كلها من 10 سنوات فاتت وكل التوبكس فهذا الحلو انه احنا يربطنا هذا الشيء بلس يعني ثرو سوشيال ميديا احنا قاعدين يعني نربط نفسنا مع السيتيز الثانيه. ثانك يو سو ماتش. اي سؤال ثاني؟ اوكي يعطيكم الف عافيه وان شاء الله نشوفكم في رمضان الشهر الجاي حيكون ان شاء الله 17 ماي 12 رمضان حيوافق بس يوم جمعه اختلاف باليوم بالليل فالله يحييكم وي كان ستارت نتوركينج. صورة نبغى صورة جماعية يعني ترى الصورة اللي اخذناها الشهر اللي فات وورلد وايد استخدمت حتى في
في الـ Can you take picture? Okay.